لو يخلون محمد الشيعة السوداني يشتغل وعنده صلاحية قضية التحكيم تتذكرها برفع المصاحف زلمة حق المراد بها باطل واحد يقول تمام عبالك مدير مدرسة واضح واضح شيخ عمي مدير مدرسة فضل لا عفوا عفوا لا أنا لازم أرد رئيس الوزراء قائد عام قوات المسلحة محمد الشيعة السوداني رجل استطاع أن يوحد القوى السياسية وما حصل في كركوك نموذجا وسوف يحصل في ديالى كذلك نموذجا من المعيب أن تصف رئيس الوزراء بهذا الوصف تمام هذا رئيس الوزراء رئيس وزراء العراق واللي جنابك أنت أول من نزل صورة معاه وافتخرت فيه دامة دكتور هو دامة دامة صحيح مو صحيح تمام شيخ واضح حسن من حقه أن ينتقد من حق يا أخي من حقك أن تنتقد رئيس وزراء مو مدير مدرسة مو هذا الوصف صحيح